طبعا المكتبة العلمية هي عنوان للكتب الإنجليزية اللي تتمحور حول القضية الفلسطينية والهوية الفلسطينية في القدس. واليوم المعرض الكتاب ومهرجان يافا الثقافي شيء كتير مهم وعنوان مركزي في يافا. مشاركتنا تأجيل يعني بتيجي تحت إطار دعم طبعا هذا العمل، ودعم للثقافة الفلسطينية ودعم للهوية الفلسطينية في يافا. وإحنا فخورين طبعا اليوم أن يكون معنا عناوين لكتاب محليين، كتاب عالميين عن الهوية وعن الإنسان وعن الوطن، وبيسعدنا أن نقدم هذه الكتب ونساهم في ترويجها هون في يافا. تحية لصمودنا في بلدنا، تحية للفن، تحية لكل أطفال فلسطين، على أساس نعزز صمودنا وبقائنا في كل مكان. يافا التي لنا، يافا التي نحب. فأنا بالنسبة لي أنه أشارك اليوم بمهرجان في لشباب وصبايا فلسطين، كتير مهم أنه كمان أحكي عن تجربتي بالفن، أحكي عن تجربتي في النضال السياسي عن طريق الفن. تقريبا أنا حاولت ألاقي طريقة أو جنر معين اللي هقدر فيه أناضل من خلال فني، بس بنفس الوقت أكون ملتحمي مع شعبي بطريقة الفن والنضال السياسي. دمجت بين الأكتيفيزم والنضال السياسي والاجتماعي مع الفن تبعي، فخرجت للشارع مع فني كمان عشان أعزز ثقافة الفن وثقافة الإنسان اللي عم ببدع من ألمه ومن وجعه ومن من 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 وجع شعبه. فحبيت إنه أحكي للجمهور هون كيف أنا بقدر أبدأ أعمل فن بس حقيقي، نقول اللي فيه رسالة إنسانية، رسالة سياسية ورسالة اجتماعية، لأنه تجربتي طويلة في الفن. فبعد رجوعي من 2005 لفلسطين من أمريكا، حسيت بواجب انه انا لازم اكون ملتحمه مع شعبي بالشارع واعمل فني من خلال المظاهرات والوقفات قدام السجون قدام المستشفيات، على اساس انه كمان ادعم اهالي الشهداء والاسرى وشعبنا اللي عم بيعاني كل يوم. شياطين عمري بحرز الضحى يعود جدي الي.